تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، موضحة أن يشهد اليوم الجمعة استمرار ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة واعتدال حالة الطقس ليلا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مزاعم التزام الحكومة بتنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية. وأكدت وزارة الأوقاف أن مساجد آل البيت كافة قائمة كما هي دون المساس أو الإضرار بأي منها لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت، وذلك على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة لعمل مسار للزيارات الخاصة بمساجد آل البيت بأحياء جنوب القاهرة بطول 2 كيلومتر يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، والذي يضم عدة مساجد ويمر بخمس شوارع، وتتضمن الخطة رفع كفاءة الشوارع والميادين المحيطة بمساجد آل البيت. سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، وذلك بالموانئ المصرية لشركة بينيسولا العالمية، والتي ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط. وأكد وزير البترول أن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل في مجال خدمات السفن في مصر يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمات السفن، ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم. قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف إن الهيئة ستقوم بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار صنع في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية عصرية تناسب أهداف الجمهورية الجديدة، موضحا قيام الهيئة بتشكيل تحالف وطني مع عدد من كبرى شركات الأثاث الوطنية لتوفير الأثاث المكتبي للحي الذي يضم 120 جهة حكومية من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بالطرح الأخير بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز والقطامية جاردنز، والذين حجزوا الوحدات إلكترونيا خلال المدة من 26 من مارس وحتى 5 من إبريل الماضيين منحهم مهلة لمدة شهر من تاريخ إخطارهم لاستكمال سداد مقدمات الحجز، وذلك تيسيرا من الهيئة على العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد مقدمات الحجز. تنطلق اليوم مباريات دور النهائي ببطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش المقامة بمدينة الجونة في الفترة من 26 من مايو وحتى 2 من يونيو الجاري، وتلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى على البطولة مع البلجيكية نيلي جليس المصنفة التاسعة على البطولة، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً.